ويني؟ أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محيي يا سوريا، علي يا محلاها الحرية، سوريا محلاها حرية. وجميلة لا تهتمي بفديك بروحي دير الزر مندس سلف مندس إلا دقية يلا يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية وطق وموت وبعصية والأسد فقد الشرعية راحت المحسوبية بثورتنا السلمية يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية شعب سوريا ما عاد حبني؟ ليش بدهم يحاكموني؟ ليش بدهم يسقطوا النظام؟ والله أنا ما قتلت قد اللي قتلن أبي بحما. شو هالكوابيس هي اللي ملازمتني من 7 شهور؟ شو هالكوابيس؟ لك شو هالكوابيس؟ حاضر سيدي، شوفي سيدي، شوفي شو صار، شو صار سيدي؟ والله ما عم بقدر نام من الكوابيس، عم تنخر براسي نخر. اليوم كان الكابوس أسقاط النظام. اسقاط النظام؟ لا لا يا سيدي، لك انت ليش خايف يا سيدي؟ ما في اسقاط نظام، هلا انت لازم ترجع تنام يا سيدي لانه بكره الجمعه وبكره عندنا شغل كتير، بعدين يا سيدي خلصت وسوريا بخير. يعني شو حيسموها جمعه بكره؟ والله يا سيدي لسه بالتصويت ما سموها يعني. اوه طيب يلا يا سيدي يلا، ولي همك يا سيدي. يعني ما حيسقط النظام؟ لا يا سيدي ما بيسقط، نحن اقوياء يا سيدي، اقوياء ما بيسقط. يلا يا حبيبي يا سيدي يلا نام، نام يا حبيبي يا سيدي، يلا تنام يلا تنام، لدبح لك أهالي الشام، تجر حلب ما بيقوموا حتى لو سقط النظام. والله إنه تجار حلب مثل ما قال مفتيتي حسوني إنه عقلهم كبير ما عملوا مظاهرة. بيشو الحندق حرف السين بيتنقى والمندس وما بيلقى أكتر من فشك زرقاء. لا 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 تعطفنوا لا تعطفنوا لا تعطفنوا لا تعطفنوا لا تعطفنوا. اعتصموا بكفر سوسة. شوفي يا سيدي شوفي، اعتصموا بكفر سوسة. شو عم تقول انت؟ وطي وطي يا سيدي. لا وين بده يعتصم يا سيدي؟ مين بده يعتصم؟ مين بده يعتصم يا شبيح يا حيوان؟ اعتصموا بالكابوس. بالكابوس سيدي؟ خلص أنا صار لازم حط حد لهي المهزلة والكوابيس. وشو بدك تعمل يا سيدي؟ خلاص بدي اتنحى. بدك تتنحى؟ لك شو مجنون انت؟ لك شو حيوان انت تتنحى؟ شو فكر الشغلة بإيدك يعني؟ لك شو تتنحى؟ ما تتنحى يعني يا سيدي، يعني بقصد يا سيدي انه 99 من الشعب معك يا سيدي. ايه يا سيدي، يعني تجار حلب معك يا سيدي، تجار الشام معك يا سيدي. يا سيدي يعني مين اللي عم يعطي مصاري للشبيحة؟ مين اللي عم يطلع سيارين يوم الجمعة؟ مين اللي مسك المتظاهرين بالحمدية؟ يلا يا سيدي يا حبيبي انت هلأ لازم يلا يا سيدي يلا تعال يا سيدي يا حبيبي تعال. يلا يا سيدي لازم انت تنام لأن نحن كلياتنا يا سيدي منحبك منحبك
من حبك سيدي قوم يا سيدي، سقط النظام مهروب. لك هذا كابوس يا غبي. لك سيدي هذا مو كابوس، ارمي سلاحك مهروب. سقط النظام. يلا باي يا سيدي. يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي. سقط النظام. يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي. لازم احكي مع احمد نجات واهرب على ايران. يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي. أي يا سوريا لا تخافي بشار. أعزائي المشاهدين، مع برنامجكم اليوم من سيقتل المليون، المتسابق بشار الأسد من سوريا. شلون المعنويات؟ ممتازة. من هو أغبى شخص في نظامك؟ يسفني إلك جوابك. يلعن شرفك على شرف البرنامج.